الاختتام ديال موسم 2021 ديال الرياضه الجماعيه اللي كتنظموا لمنظمه جامعه محمد الخامس من الرباط. صراحه هذه مدينه طيبه، وخاصه كنعرفوا بانه الرياضه المدرسيه او الجامعيه لها واحد الدور فعال ومفتتح في مجتمعنا المغربي، وهذا ما فيه شك. يعني داخل المجتمع كيكون الانسان بالفضل في الرياضه كيكون واحد الانعاش، واحد الانسان دائما يعني عايش حياه هذا ما فيها شك سعيده ومريحه.